الو، صباح الخير. والنبي يا حبيبتي تناديلي مثلين من التورق. قولي لها صفية. وانا بقى ليل، كنت بنت بسيطة جدا، وحياتي كمان كانت بسيطة جدا. ابتسامتي عمرها ما فرقتني، ممرضة في العصر العيني، عارفة اني جميلة وان الرجالة كلها معجبة بيا، لكن انا كنت بدور على حاجة تانية، كنت بدور على الحب. الو، عايز صفية كده برضو يا ليل؟ اربع تسالنيش عليا، تعالي بس وانا هعمل لك طاجن ورق عنب بالكوارع تاكلي صوابعك ورق. يا لهوي يا صفية، الاكل تقيل قوي ده. ماشي، طب اقولك ايه، انا نفسي في حاجه كده، ممكن تعملها لي؟ ممبار وطحان، ما هي خربانه خربانه. تعالى يا ليل. ورق الافراج بتاعك وصل، مبروك. والنبي صحيح، والنبي صحيح، مبروك. الحمد لله، الحمد لله. مبروك يا ليلى، مبروك يا حبايبي. الفرج الحمد لله، شكرا. مبروك يا ليلى، الف مبروك. مش قلت لك الفرج جاي؟ هو مين اللي خد افراج دي؟ البنت ليل بتاعت عنبر المخدرات، والله العظيم فرحت لها قوي. والله العظيم ثلاثة دي غلبانة وتستاهل كل خير. مش معقولة ولا كل ما تجيلي تربطيني الرابطة السودا دي يا ولاد. أعمل إيه؟ مش ضمناك. لما نبقى نتجوز ابقى اعمل اللي أنت عايزه. قولي بقى، إيه حكايتك مع الست أسماء؟ أسماء مين وبتعمل إيه؟ البت من ساعة ما أنت جبتها البنسون وهي عينها عليا. الموضوع الأول كان على المداري، بعد كده بقى كله على المكشوف. ولها يا بت عيب. يا بت أنا بحب ولها يا بت. يا بت ولاد صاحبتك. هي اللي معاداكي معاها في نفس الأوضة كمان جوه البنسون. ولا كأني أقول لها حاجة. وبعدين يعني أنا في الأول والآخر أنا راجل يعني، وبضعف خصوصا لو مزة يعني. أوعي يكون كلامي ده بيسخنك عليها ولا حاجة، لا سمح الله. هي خلاص أسبوعين وهتتجوز وتغور بقى وتسيبني. وأنت متضايق كده ليه؟ ماسكة عليك حاجة؟ لا بقى، لو على المسكن أنا اللي ماسك. بس أنا بقول يعني بلاش نسيح البت، ما كده كده هتغور في داهية. بت بت بيت ولا بيت بيت يخرب بيتك، انا مربوط. مرسي قوي يا ولا، بجد اللي انت عملتيه معايا ما عملهوش اخوات مع بعض. مش للدرجات دي يعني، سي نورمال على فكرة. سي نورمال؟ لا طبعا مش عادي خالص يا بنت، انت طلعتي جدعة قوي قوي قوي. وعلى فكرة انا حكيت لعمر على كل حاجة انت عملتيها معايا. ما كانش لازم يعرف كل حاجة عنك، خليكي كبيرة في نظره. لا 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 لا، انا احب صراحة كده من اولها احكي له على كل حاجة وهو بقى يختار يا عاجبه يا مش عاجبه.
استنى بس. انا جبت لك الهديه الصغيره دي. انا مش هاخد حاجه شاريها لك خطيبك. خطيبي ايه يا عبيطه؟ انا جايبها لك بفلوسي، جايبها لاكبر اختي ليا في الدنيا. بس بقى يا رب تعجبك. سمسم، ايه رايك في علاء؟ رايي في علاء في ايه يعني؟ عايزه رايك فيه من غير ما تتكسفي ولا تداري. عايزه راي اختي في الراجل اللي انا بحبه. خالد كان لسه دكتور امتياز، عجبني. مش عايزة أعرف رأيك فيا كممرضة. رأيك فيا كست؟ أنت ست في الدنيا؟ بجد والله اللي أنت عملتيه معايا ده ما يتنسيش أبدا، ده بينفي رقبتي طول العمر. أنا من غيرك كتير ما كنتش اتعلمت حاجة. ممكن أسألك سؤال؟ اسألي. عندك استعداد ترتبط بيا؟ اتجوزنا وعشنا احلى سنين مع بعض وخلفنا مريم وخلصت الايام الحلوه، طلعت من السجن بعد طول صبر، وكانت مريم وحشاني موت هي وخالد. خالد، مريم، افتحي يا مريم. خالد، من الليل ما تعبيش نفسك. اتفضلي. هم خرجوا؟ هشرح لك كل حاجه. وفاء، مدام ليل رجعت. اتفضلي. هم خرجوا؟ هشرح لك كل حاجه. ادخلي، خشي بيتك. اتفضلي. دكتور خالد لما مش مسابش اي اثر وراه، باع كل حاجه، كان كل همه ياخد مريم ويروح حته محدش يعرفهم فيها. انت متعرفيش حصل لهم ايه بسبب القضيه بتاعتك.
ما تاكلي بالراحه مسروقه على ايه؟ استنى انا اللي هفتح. ايا كان مين على البال هنسل الشبشب بتاعي على دماغه. يا حبيبتي وحشتيني قوي يا ليل، وحشتيني قوي. وانت كمان وحشتيني قوي يا صفية. يا قلبي صفية تعالي حبيبتي تعالي كده برضو يا ليل تقول عليكي صفية السبية والتجي كلها 7 سنين يا حبيبتي محرومة مني، 7 سنين سايباني مقطوعة من شجرة محدش بيسأل عليا ولا بيعن عليا. لميت حواليا شوية الغجر دول، قلت يعوضوني غيابك هجيب لك تاكي. أنا عايز أرتاح. بس واضح ان صفية بتحب ليل قوي على فكرة. حب خالص من غير بقى ولا شهوة ولا قرف. شكلك متعقدة قوي من الرجال. كرهه. ايوه بكره الرجالة. الراجل بيتعامل مع الست على انها محل بقالة، ياخد اللي هو عايزه من عرف بضاعة ومعاه تمنها. ايه ده؟ تاني يا عبير؟ رايحة فين؟ همشي يا عصام. اغزي الشيطان وارجعي بيتك اولى بيكي. البيت ده عمره ما كان بيتي. اخر حاجة حلوة بينا خلصت من زمان. ما بقاش فاضل مني غير خدامة. سبت اهلي ومشيت ورا كلامك. اخليكي نجمة. هكتب لك مخصوص. جوازنا هيحميكي من الوسط. كانت النتيجة ايه؟ جري الكاتب طول النهار يتكلم عن حرية المرأة، لكن في بيته مع مراته شايف ان الست ملهاش غير بيتها وبس. هتلفي وترجعي. حتى لو هزف التراب مش هرجع لك تاني. هتزفي التراب وهترجعي لي. اروح لهم عشان اشوف البيت الواطي يسيب شغله ويلزق لنا زي ما يكون هخطفها ولا هعمل فيها حاجة. انا لولا البيت كانت بتبقى وحشاني ما كنتش اروح لهم ابدا عشان معاملته الوسخة دي. انا كمان بقيت مستغربة قوي في الفترة الاخيرة. تخيل يا صفية السنة بحالها ما يحاولش يجي يزورني، وفي الاخر اخرج الاقيه خد البيت اللي حيلتي وطفش. تفتكر راحوا فين؟ ما يمكن شايف ان دي مصلحتها. يا ترى راحوا فين؟ انا ممكن يجرى لي حاجه يا صفيه لو ما عرفتش مكانهم. بعد الشر عليك ان شاء الله هو. وبعدين برضو ما انت غلطان، رحتي كتبتي له اللي وراكي واللي قدامك. شقى عمرك يا خايبه. كنت عايزه نعمل ايه؟ كنت بحبه، بعت اللي ورايا واللي قدامي كلها عشان خاطره. حتة الأرض اللي كانت حيلتي مع الفلوس اللي استلفتها منك كنت عايزة أحقق له حلمه.
عامل له مستشفى صغير عشان يبقى دكتور كبير. صدقي الواد ده انا عمري ما ارتحت له، ما دخلش قلبي خالص، ما اعرفش ليه حاساه كده عيل سيس. انا مش عارفه يا اختي انت حبيتي فيه ايه، وما استغربش ابدا لو خد البت وخلع بيها. انا كل الكلام ده ما يهمنيش يا صفيه، انا اللي يهمني بس بنتي مريم. انا صبرت سنين كتير، خلاص بقى الصبر نفس مني، بس هيروح مني فين؟ ان شاء الله حتى افتح المندل، المهم الاقي بنتي. عايزه بنتي يا صفيه، عايزه بنتي يا صفيه. يا حبيبتي كفايه بقى قطعتي قلبي. اتفضلي اتفضلي. شكرا كتر خيركم. اوصل يا بنات. على فكره فرح سمسم قرب، واحنا كنا وعدنا ان احنا ما نرقص لها ونغني لها. اعمل ايه بقى، حظي وحش، المدام شكلها تعبان. ما تجي تتفرجي، دول بيرقصوا رقص كيف الرقصات. على فكره احنا سمعنا انك بتعرفي ترقصي احلى كمان من صفية. لا مفيش احلى من صفية عمران. انا طبعا مفيش زي، بس ليل بقى بنت اختي تربيتي واحسن مني كمان. لا تقولوا صفية عمران ولا صفية زغلول. مات يلا يا جماعه الافا الدانس. او النبي بليز، ده فرح عشان خاطري، عشان خاطري. يلا بقى وريني رقصي. هغير هغير وهطلع وراكوا. حاضر. شو؟ طب تعالي انت. طب سيبوها تغير. طب تعالي انت. يا حبيبتي يا حبيبتي اهلا وسهلا. طب ما تشيلي دي تعالي بسرعه. شكلكوا حكومة خير، أأمرني. شفتك فين قبل كده؟ معاك الطابت؟ بطاقة إيه اللي أنت بتسأل عنها؟ هو أنت جايبني من على المواسير مثلا؟ اتكلمي عادي يا بنت الأحباسك. خفت أنا. أنت قلة الأدب وليلتك صودة معايا النهاردة. في إيه؟ في إيه يا أمين محمود؟ بتتخانقوا مع الفنانة ليه؟ في حد برضه يتخانق مع بتوع السيما؟ مين صاحبة الزفت البنسيون ده؟ أنا يا باشا صاحبة الزفت البنسيون.
جهزي لي دفتر النزلاء وبطايقهم، واخد 6 اشهر انا هرجعهم بنفسي، وبلغي الهوانم والمدمزلات اللي عندك ان انا افدت شويه المحاب. على دماغنا يا باشا، بس ده مكان محترم مش غرزه، يعني الدخله فيه تبقى بالهداوه. يلا رجاله بالسلام. لكن قرف شكلك الصبح. الغربال الجديد، اصحاب المحلات كلهم بيشتكوا منه، اما نشوف اخرتها. المهم روحي جهزي روحك انت عشان تروحي مع ليل، عايزه يا ست تروح نقابه الاطباء تجيب عنوان دكتور صاحب جوزها، اما نشوف هنعمل معاه ايه. وانا هقعد مع امان واستنى المخفي لحد اما يجي قال ايه يراجع الدفاتر. لازم انزل اصرف حواله بعتها لاحمد، معلش. المهم خدي بالك من روحك ومن اللي ببطنك. ده هي عكنن مزاجك زي ما عكننت مزاجي. هي البنت اللي جوه دي اتأخرت كده ليه؟ جايز عنده كشف. الحمد لله اني افتكرته. هو اقرب واحد لخالد، اكيد يعرف كل حاجه عنه. حضرتك ما تجيش هنا تاني. طبعا لو قلت لك اديني نمرته مش هترضي. اسفه ما عنديش تعليمات ادي رقم الدكتور لحد. انا مش عايزه منه حاجه، انا عايزه اعرف طريق بنتي مريم. دي نمرتي، خليه يكلمني من فضلك، وقولي له كمان يتعدل كده وبلاش شغل الخيالات ده. كنت بتبرع من المستشفى عندي بأدوية لدار مسنين جنبية اللي عندهم شيخوخة. يوميها كنت رايحة للأغذاخانة اللي جوه المستشفى عشان أخد الحاجة وأروح بيها، لقيت الدكتورة فاطمة خارجة بتجري متاخدة. ساعتها معرفتش ليه. معلش انا اسفه بابا تعبان، صندوق ده جوه عندك على المخده، انا لازم امشي حالا. ابني طمنيني عليه. الشنطة بعد إذن. مين سيادتك؟ مصطفى درويش مع أمه بحث الاسم. هو في حاجة؟ افتح الشنطة بعد إذن. أيوه في حاجة يعني؟ الشنطة يا مدام. اتفضل. إيه الكرتونة دي؟ أدوية. يعني بتاعتك. أيوه بتاعتي. جدول قلب، مش دي اللي بتروح للمستشفى ب 2 جنيه وبعد كده لصاحب المزاج ب 200 جنيه؟ تجاره ولا تجاره البودره؟ بودره ايه؟ الكرتونه دي المفروض يبقى فيها ادويه ضغط وسكر، بوديهم لدار مسنين جنبينا هنا. لو مش مصدقني اسال الدكتوره فاطمه.
فاطمة والمفروض في الاسم بقى الكلام ده. هات يا ابني هو الحرز على الاسم. يلا اتجار في مواد مخدرة وأدوية مدعومة. خالد جاب لي محاميين كبار بس كنت خلاص لبست التهمة. أنا كنت مديرة المستشفى. أدوية الجدول دي كانت في عقدتي. لبست 10 سنين سجن وخرجت بدري لحسن السر والسلوك. بتمنى من ربنا الاقي بنتي واشوفها. ان شاء الله تلاقيها، ان شاء الله تلاقيها وتفرحي بيها. تعالي نعدي. الو ثانيه واحده. بقول لك ايه، وحيد اقول لسه ان انا جايه له حالا. ودي الموبايل ده لمنى شلبي عشان عمال يرن من الصبح. الو ايوه استاذ فوزي. اهلا اهلا وحشني والله. فينك يا استاذ؟ تصوير؟ طبعا انا جاهزه، انا جاهزه. حضرتك عارفني يعني بيسموني عبير دليفري كده. ماشي يا استاذ ان شاء الله. ماشي يا استاذ، مع السلامه. وشك حلو عليا، وشك حلو عليا. جالي شغل، جالي شغل. وبعدين ايه بقى، محتاجين نشتري بقى هدوم كتير قوي قوي عشان ما عنديش حاجه خالص اشتريها. فبقى تعالي معايا. والله فكرتيني، انا كمان محتاجه اشتري هدوم كتير. طيب تعالي نروح المحل ده. انا جايب لك زبون ما بيجيش غير مره واحده بس في العمر. زبون بيحب يكون اول واحد في حياه اي بنت. هجيب لك منه 5000 دولار ويمكن اكتر. مش اول مره برضه ولا؟ ثانية واحدة بس، عايز اوريكي صورة حلوة كده. الله، نهارك اسود يا نهارك اسود يا نهارك اسود يا نهارك اسود. الله يخرب بيتك، انت ما عندكش دم. حرام عليك، انا يوميها زقتك وهتجريلي. انا عارف عارف ومصدقك، بس الصورة ما بتكذبش. انا ما حصلش بيني وبينك اي حاجة. حرام عليك. هو ده اللي مزعلني، ما بيحصلش بيني وبينك اي حاجة. اسمعي الكلام والنعمة هتنبسطي. انا عايز افهم انت هتستفيدي ايه لما تفضحني؟ مفيش فضايح ولا عيب. فضايح ايه؟ ربنا ما يجيب فضيحة. كل ما هنالك يعني طول ما انت فاضيه بعت عليا انا قاعد لوحدي. لكن لو ما عملتيش كده هتبقى هي دي الفضيحه. هبعت الصوره لخطيبك وما تسالنيش اعرفه ازاي ان اسمه زي الطبل في الزقازيق. تعالي نقعد شويه. تعالي قذر وقليل ادب. سافر بيت. خدي طبعا مجنونه، خدي اما اقول لك. استني خدينا معاكي. استنوني. مالك يا بنتي بتتنطي كده ليه؟ ابدا مفيش حاجه. يعني ايه مفيش حاجه؟ ده انتي بتتنطي ولا من الكهرباء؟ تعبانه، حمل تعبني. هو الواد الرمه اللي تحت ده ضايقك في حاجه؟ سيبك منه، ده واد زبالة. الدنيا كلها بقت زبالة.
ما نزلتيش ليه يا كوكي؟ مفيش شغل النهارده ولا ايه؟ هو الشغل بيخلص ولا الهم بيخلص؟ انا بس صحيت تعبانه شويه وعندي مغص كده، قلت اشرب حاجه سخنه اخد دواء وارتاح شويه. اغرف لك؟ اغرفي حبيبتي. ما احنا مش هنستنى ولاء. لا بقول لكم ايه، انت هتستنوها ولا ايه؟ ولاء ملهاش اي مواعيد، لو هتستنوها هتصوموا. انت بتاكليش ليه يا كوكي؟ يا لهوي في ايه؟ كوكي الحقي كوكي انحرسي كوكي مالها دي؟ ايه في ايه؟ فعل مالك مالك يا كوكي؟ كوكي يا رحمن الرحيم حبيبتي ربنا يستر يا رب. مش كنت طلبتي مني الليمون من اسبوع؟ خدي يا ستي. ما لسه بدري. انا عايزه افهم انت ليه مش عايزانا نجيب لك دكتور؟ دعاية قديم ومتعود اخد له مسكنات وبيروح على طول. على فكره احنا لازم نروح عياده الدكتور خيري ده تاني ونخليه غصب عنه يوصلك ليه. ازاي بس يا صفيه؟ ده حتى مش عايز يقابلني. الدكتور تحت امر اللي يدفع له الفيزيتا بتاعته. احنا نروح له بقى كلنا زيارة عائلية. عائلية؟ انا اسفة يا خيري بس ما كانش عندي حل تاني. طلبك مش عندي يا ليل، انا معرفش خالد فين. انت ما فهمتش. شبشبة وحنشبشب، خناق وحنتخانق، قلة ادب ومفيش اكتر منها. هنا وفي البيت، وهي مش هتخسر اكتر من اللي خسرته. ده غير الفضايح بقى والجرس، فضيحتك هتبقى بجلايل قد كده، والناس هتبطل تيجي لك العياده هتشطب. طب ليه كده ليه؟ مشكلة بينك وبين خالد، أنا إيه ذنبي؟ عايزة بنتي يا خيري. وصلني يا خالد. أنا عارفة إن أنا عملت له فضايح ومشاكل كتير. بس ما توصلش إن هو يمنعني عن بنتي. أنا بترجاك دلوقتي يا خيري. أقسم بالله العظيم. وحياة حبستي في السجن ظلم، لو رست على القتل هقتل. ممكن تهدي بعد اذنك؟ اديني فرصة وانا هبقى كلمة. انا استنيت كتير، خلاص وصلت لاخري. حسنا تليفونك. ما تتأخرش. لمي لي الناس دي، انا مش عايز دوشه وعايزين ننجز عشان النهار بيقع. يلا يا بيه اتفضل. الصوت يا بيرو. قلت لي اجلي طالما مفيش تصوير. يا حبيبه قلبي، هو في تصوير من غير اتفاق؟ انت المره اللي فاتت خدتي الورق وجريتي، حتى ما اتكلمناش في الدور. دور ايه؟ دور ايه؟ حرام عليك ما تقولش دور. ده كف صاد كومبارس صاد. قعدت تقولي مرات البطل ودور عمرك وفرصه حياتك. انصبوا لنا الكريم بره يا جماعه بسرعه. شوف يا حبيبي، ده اللي كنا هنتفق عليه. نزود لك شويه كلام، شطات مع البطل، وانا لو ما عملتش ده بنفسي هيفضل الدور هو هو كومبارس صامت زي ما هو في الورق بالظبط. طيب هو انت تقدر تعمل ده بنفسك؟ مش ده شغل المخرج والكاتب؟ المخرج يا جماعه الفيديو اسست يطلع للمخرج بسرعه. روحي يا حبيبتي للاستاذ المخرج، خليه يغير لك كل حاجه انت عاوزاها في الورق. بس اوعي تنسي ان انا المنفذ ولازم احط لمستي. يعني هتلفي تلفي وترجعي. البوفيه بقى عشان ريقي نشف. اهل الفن واخر الليل. سيمة حلوه واللي فيها احلى.
هي دي الرجوله صح. تصدق بيه انا كنت فاكراك بني ادم. انت بتكلميني انا يا بت؟ ليه؟ هو انت بني ادم؟ لا موتوسيكل يا اخويا. يا ريت، ده حتى الموتوسيكل بيسخن اكتر منك. بلانيله. شفت البيت صليت العالم بتكلمني ازاي؟ انا لو عايز اخرجها اخرجه من النهارده قبل بكره، بس القانون بقى قانون لا يعرف السكان ولا اخلاق السكان. على فكره بنات الرقاصه دول كلهم نسوان شمال، طول ما هم في السنة ربنا مش هيبارك لنا ابدا. احلى كلام قلته حاج عبد العزيز، هو ده الكلام. نعمل ايه يا علوه؟ الرقاصه لازم ترحل يا معلم. مالك اتخضيتي كده ليه؟ لا ما اتخضيتش ولا حاجه. اتخض ليه؟ عادي. مش هتطلعي ولا ايه؟ لا مش هطلع، انا طالعه السجن. في ايه يا باشا؟ في ايه؟ مالك قفشه كده ليه؟ مش قفشه ولا حاجه، بالصراحه يعني راجعه مش شايفه قدامي وانت شكلك رايق صراحه. وراجعه مش شايفه قدامك منين كده؟ لا يا باشا لغايه هنا وستوب بقى. الحكومه مالهاش تسال رايحين فين وجايين منين؟ ولا انتوا فاضيين يعني فوتوا تتسلوا؟ الحكومه ما تسالش. لم روحك ولا غدك في عيشك ولا عشان اتبسطت معاكي حد اتجرأي عليا. ايدك ساقعه يا كوكي، حرام عليك. يخص عليك يا بنت بالرحمه. يا اخي بيت البديل والله العظيم. ده غير يلا يلا البرنس ده هعمل مساج عليه ازاي؟ لا لا انت مجنونه. هو كده حلو قوي؟ ما تعرجيش بقى. انا مش فاهمه انت هتتجوزي ازاي منكوسه وانت كده. انا عمري ما حد لبس جسمي. ما بلاش السهواكة. ايه مفيش راجل لمسك؟ انت مجنونة. لا طبعا، ده هي مرة وحيدة عمرو جه يحاول يبوس ايدي كنت هقع فيها. قعد يضحك عليا. اصلها عروسة بشمع المصنع، مش زي العرايس اليوزد. رايحة فين؟ جاية جاية. والمساج؟ انا بقى اللي حامل لك مساج. لا لا ما تهرجيش. لا 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 لا. اصلها عروسه بشمع المصنع، مش زي العرايس اليوز، مش زي العرايس اليوز. ايه ما فيش عفه؟ بتشوحي يا بنتي؟ بتشوحي لمين؟ انا مش بنتي. ارفعي رد السجون. طب وحيد امك لو رديت رد السجون دي هتعمل فيك ايه؟ كان في بحر وننزل بهدومنا. يا اختي نفسي اخلص من الهموم اللي جوايا واغسلها. نفسي اغرق يا صفيه، اغرق. وانتي يا بيرو هتروحي للمخرج بتاعك يغرقك انتي التانيه؟ هروح مشوار وبعدها هاخد دور يقدمني. مشوار ويعدي، لكن الدور ورا دور تاني ودور تالت ودور رابع. هي عمارة وبتطلع، صدقيني بعدها لا في دور تاني ولا دور تالت. ايوه يا بيتي يا بيرو تكوني بتضحكي عليا وما انتش غاوية تمثيل، تكوني غاوية مشاوير. مشاوير ايه بس يا صفاء اللي انا غاويها؟ انا ما شفتش بالرجالة حاجة عدلة، ما بيشوفوش مني غير جسم ست وبس. اولع في نفسي يعني عشان يرتاحوا؟ بعد الشر عليكي حبيبتي ان شاء الله امك. ما الست مننا لو ما حستش مع الراجل بالامان يبقى مالوش لازمه في حياتها. انا بقى غيركم كلكم، انا اخترت راجلي بايدي، علمته كل حاجه على ايدي، عشان كده ما كناش بنبعد عن بعض لحظه واحده. تحب الراجل يحبك بس وانت بتحبيه ما تنسيش ان هو عيل، كتر الدلع بيبوظه. بس احنا بقى اتخلقنا علشان ندلع الرجاله والرجاله اتدلعنا. يا واد يا واد. وفي اللي ما دلعتوش امه بس ردعته المرجله كلتها. راجل يفدي الست بدمه بس يطلب دمها لو عصته. يعني ايه راجل؟
أنا عمري في حياتي ما قابلت راجل. تالي زمن الرجالة ده انتهى خلاص. أنا بقى قابلته. كان أحسن راجل. حبني زي ما أنا. رقاصة. راجل حلو وجدع وحنين. وفي لحظة راح وما لقيتش راجل يملى مكانه ولا يرضى بيا زي ما أنا. واضح إنه كان راجل عظيم، بس الرجالة دي خلصت خلاص. وضعت الرجالة بقى وسيرتها بقى البنت فرحها بعد يومين وانتوا قاعدين تتكلموا على الرجالة. فرح ايه بقى؟ انتوا خليتوا فيها فرح؟ ده انتوا كرهتوني في الجواز. هو انت فرحت بعد يومين؟ امال ايه اللي بعد 10 ايام؟ ده كاتب الكتاب في الازهر، بعد منها هيسافروا يقضوا شهر العسل، انما الليله الكبيره بقى في الشبك بعد يومين. ما تزغرطولي بقى كده وافرحولي. العروسة بتقول للعريس ايه؟ اتدلع يا عريس يا دولا السنايلون، اتدلع يا عريس وعروستك نايلون، اتدلع يا عريس يا دولا السنايلون، اتدلع يا عريس وعروستك نايلون. عند بيت ام فاروق هاي هاي، والشجرة طرحت برقوق هاي هاي، احنا عريسنا برنسي وزق ولسه لسه نايلون، اتدلع يا عريس يا دولا السنايلون. عروسة عروسة يعني. شكرا يا رفا، تعبانة طول الطريق. طب معلش يا لهوي، الحقيني في ايه؟ مالك حصل ايه؟ طب ما نجري بيها على المستشفى يا بنات. اسود مش هنلحق، المية نزلت، حنولدها فوق. يا لهوي، يلا يا امان، يلا اصبري شوية، امسكي نفسك. يلا حبيبتي يلا. مبروك يا أمان، مبروك. So
ساملا ساملا ساملا. والنبي دي اشيلها شوي. الامارات زادوا واحده يا ناس يا قراسي. حد ياخد التليفون ويبشر ابو العروس، قولوا له جات لك امرايا يا قراسي يا ناس. في حاجه حصلت لازم انا اقولها لك. مذكور اخوي عارف طريقي. كوكي يا نهار اسود. كوكي 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 فوقي. يا الدورة جاتلك ولا ايه؟ ايه كل الدم ده؟ قومي قومي تسلمي عليا. قومي قومي. تعالي بالراحة بالراحة بالراحة. ما قلنا تروح الدكتور. حول الله قوة الا بالله. تعرفي امشي انت تعبانه والنبي خليهم في الفرح. طب انت ليه ما رحتيش الدكتور يا حبيبتي؟ رحت. قال لك ايه؟ طلب مني اشعه وتحاليل اعملهم واوديهم له. ما تجيبيش سيره يا ليلى، خليهم فرحانين زي ما هم. الو خالد. ايه يا خالد؟ اخيرا اخيرا الحمد لله. وانت كمان وحشني قوي. ومريم وحشاني جدا يا خالد. انت فين؟ انا عند صفية. فاكر العنوان؟ رجعت لي من المدرسة وهي بتعيط، قالت لي انت بتكذب عليا يا بابي. مامي مش مسافرة، مامي في السجن، مامي وحشة. كان ممكن اروح المدرسة واطبقها على دماغهم، بس خلاص مبقاش لي لازمة. عزلتها على الناس كلها عشان ما اسمعش عنك اي حاجة وحشة. رحت المستشفى والعيادة والبيت كله في يوم واحد، حتى العربيات خدتها ورحنا نعيش في وسط ناس ما يعرفوش عننا اي حاجة. مريم بتحلم بيكي كل يوم الليل. بجد يا خالد؟ انا عايز اشوفها. بس كده الهانم في شرم الشيخ بقى لها يومين مع صاحبتها. وديني عندها يا خالد. وديكي ليها فين؟ بالراحة بس. احنا قالوا لي انت راجعة من السفر، وانا كمان يومين اول ما ترجع خدها ونطلع على المطار نستقبلك، وتكوني انت محضرة شنطة فيها شوية هدايا كده، ويبقى كل حاجة مشيت زي ما انا مرتب لها بالظبط. ممكن تكلمها في التليفون؟ ما تقلقش انا هسمع صوتها بس ومش هتكلم خالص. الو. ايوه يا بابا. حبيبة قلب بابي قولي لي اخبار البحر ايه؟ شرم الشيخ حلوة قوي يا بابا. كان نفسي تبقى معايا. مش عارف ايه اللي حصل. مش عارف يلا يلا صح. للأسف الإشاعات والتحاليل بتقول إن عندك ورم كبير على الرحم ويفضل استئصاله، وده هيبقى في مصلحتك. ما تقلقيش ده هيتم بسرعة، ويفضل إن احنا نشيل الرحم كله. ده قضاء ربنا وإن شاء الله هتخير. ما
اقدرش اقول غير ان حظك وحش، سواء مع الاستاذ اللي اتجوزتيه او مع الاساتذه اللي قابلتيهم بعد كده. يا بيرو، ممكن اي حد يوعدك بفرصه، لكن مفيش حد يقدر يوعدك لا بالنجاح ولا بالرزق. الاتنين دول مش في ايد اي حد، لا المخرج ولا المنتج، دي حاجه بتاعت ربنا. انت ممكن تعملي كل حاجه حلوه ووحشه وما تبقيش نجمه، وممكن في لحظه تتفتح قدامك ابواب الجمهور وتبقي نجمه النجوم، والفلوس تنزل على دماغك زي المطر من غير حساب، وفي الاخر مش هيفضل لي غير احترامك لنفسك. بس اوعدك ان اديلك فرصه في الفيلم اللي جاي، فرصه في التمثيل مش في حاجه تانية، وعلى قد قدراتك في التمثيل مش في حاجه تانية. ده تليفوني اللي بيكلميني في شهر 5، وامشي بقى علشان صدعتيني وفركشت وعايز اروح. شكرا يا استاذ. I
السلالم كلنا. احنا اللي لو ساكنين في قصر يهمنا نسكن في حضن، واحنا اللي ندفع عمرنا كله عشان حبة حنان. ممكن نبيع كل الحياة والدنيا لما نلاقي حد يخاف علينا ونبتدي نعرف معاه طعم الأمان. احنا الحياة لكن بتضعفنا الحياة تربت تكسر نفسنا، مش تقويين من كتر خوفنا من السنين عايشين ندارس عرنا. عايشين بنرقص عالسلالم كلنا. ووفق طلب الدفاع عن المتهمات تم تحويلهم للطب الشرعي الذي جاء في تقريره أن المتهمة أسماء رمضان عبده هي فتاة بكر، رغم ادعاء أحد المضبوطين مباشرة علاقة كاملة معها. كذلك عدم إمكان معاشرة المتهمة أماني علي المرسي بسبب ظروفها الصحية، إضافة لتأكد دخول مجموعة المقبوض عليهم من الرجال للعمارة معا، بينما تم إنكار علاقة أي منهم بالآخر، وهو ما يوحي بخلل في الاستدلال. حكمت المحكمة حضوريا في القضية 114 أداب ببراءة كل من صفية حسين عمران وليل جمال عبد العزيز وأماني علي المرسي وعبير السيد أحمد وولاء سعد مختار وكريم عبد الرحيم صالح وأسماء رمضان عبد. رفعت الجلسة. خرجنا من الحبس الحبس أكبر. حبس أكبر ليه؟ إحنا كلنا طلعنا براء، يعني اللي هيجيب سيرتنا هنسيبه يتكلم يا صفية، هنسيبه يتكلم وهنعمل نفسنا كمان مش سامعينه. إحنا خرجنا بتقرير الطب الشرعي براء، مين بقى اللي هيقراه؟ نزلنا من العمارة هنا ملفوفين بملايات معانا سبع رجالة، هتكذبي كل ده؟ عمري بعتلي وقال لي الحمد لله إن إحنا ما كتبناش كتاب. أنا فضلت أحافظ على نفسي كل الفترة دي وفي الآخر مستقضية النار. احنا كلنا توحلنا في الطين. كفارة ايه؟ مش عايز ندخل ولا ايه؟ امال لو ما كانش الواد موسى قال في التحقيق انه تالت مرة يجيلك، وان المرة دي يوم ما دخل عليكي كنت ملفوفة بالبشكير وبترقصي قدام المراية. انت عارف الكلام ده كله كذب، والطب الشرعي شرعي بقى مش شرعي، احنا اللي بينا كان ودي ما كانش شرعي. اللي بينا ما كانش ودي يا علاء، انا مراتك قدام ربنا. توكلي على الله، شوفي لك باب غيري وخبطي عليه. بقول لك على حاجه، روحي الواد موسى، موسى حلو، جالك مره وجالك اتنين وجالك تلاته، خلاص بقيتوا معرفه. Oh, 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 oh
لك يا ابوي. لا حول ولا قوة إلا بالله.